انا وائل كبارة، انا في سميتي دكتور. ثم انا بديت في الانترنت نكتب على الويكيبيديا، عرفت على سي الحبيب مهني يامن بوسريح، ونهار ما وتقابلنا برشا قبلها مرتين ولا ثلاثة. نهار من نهارات انا قاعد في المستير كلمني يامن، قال لي راهو من جمعية المدونين ماشيين باش يعملوا ورك شوب في صيادة. قال لي هاي باش تعداو لك امشي معنا. مشيت هكاكا، هزيت روحي ومشيت، حتى الاورديناتور ما هزيتوش في يدي، وقعدنا. جاو جماعه من جمعيه المدونين، جاو مدونين قدم كيما كريم عبد الله، فاطمه ربيكا، جول نار، سفيان، سليم تاع الجورناليزم سيتويان، وعملوا لنا وشهاب عملوا لنا شويه اكسبوزي هكايا وتقديم الوركشوب. بعد قالوا هيا اللي يحب يحل بلوج يحل. جي سي الحبيب شاد لي راسي، قال لي يا وائل حل بلوج وهيا وابدا اكتب وننصحك بالحل على البلوج سبوت وباتاتي باتاتا. خذيت سلفت وقتها اورديناتور من عند سي نزار، عيطوا له نزاروس مغروم هو باللوب نسورس الكل. هرتها شويه الكونيكسيون طايحه تعذبنا وما نجمتش نحل البلوج في ساعه. اون بليس كل ما نحط اسمي يقول لي ليه، كل ما يحط اسمي يقول لي ليه. قلت طيب باش نحط اسم امبوسيبل شي يجي على بال حد. اي وائل خمم خمم خمم، قلت حطوا زقفونا زقفونا، اسم هذايا امبوسيبل باش يجي صعيب. والفاز التيتر نتاعو هذاك غبار مي بابا هبار توجور نبار، كنت ديما في الليسي تبند عليا هكاك، وكنت ديما نحطها في اللمسين كوم تيتر هكا نتاع ديسكسيون. الحاصل خمنتش باش نكتب اول مره، قالوا لي اكتب اللي تحب عليه. قال لي شرتو سي الحبيب، قلت له اي بر باش تجي مخي. قلت انا نفسر زقفونا خاطر اللي نقولوا زقفونا يبهت. قلت نهارتها نهار 18 فيفر زاد كتبها في الارتيكل 18 فيفر 2012 في صياده، يعني باش نفسر علاش سميته زقفونا. في الارتيكل اول ارتيكل كتبته سيتي سامبل، حكيت كيفاش انا مشيت للورك شوب، كيفاش جا يامن وسي الحبيب ونيزاروس، كيفاش شجعوني باش نحل بلوج، كيفاش انا الكونيكسيون نهارتها طايحه، كيفاش كل شيء، وكيفاش من بعد عملت كيفاش علاش اخترت اسم زقفونا، واش هو اسم زقفونا اش معناها. اسم زقفونا هو من الاخر في رساله الغفران لابو العلاء، يقول باساج يقول سيدتي ان اعياك امري فاحمليني زقفونا، قالت وما زقفونا؟ قال ان يحمله المرء على كتفيه ويضعه على ظهره. معناها تهز عبد دقيزه. بون هي السيتاسيون بالتصرف شويه باش واحد يكون اونيت. قال هذيك هي الحكايه سامبل. من وقتها وليت تجي كل الخواطر في مخي نكتبهم في ساعه في ساعه، ما يفوتوش كان طارت 20 سطر. تو كتبت 26 بوستيت منهم 25. اي ثم كل نقولوا في المستير، في ذات المستير ثم كل الباساج يعملوه في كل بروجرام صغير يقعد 5 دقائق اسمه كلان دوي. ثم شكون خذا منه، خذا 6 ارتيكلوات هكاكا عمل بهم كلان دوي نتاعو في اذاعه المستير. بطبيعه هو شاورني وانا قلت له اوكي ما ثم حتى مشكل، قلت له راهو الكوبي رايت ما ثماش الزوكا زيتو. ما عرفتش توا انا عاجبني الفاز، تحس روحك على الاقل تلقى بقعه وين تعبر توصل، تنجم توصل صوتك وما غير حد ليسانس راك لا يحكم فيك لا حد شيء، تعمل اللي تحب عليه انت، اللي في مخك تكتبه وكا تول ديريكت من غير مهم ما تزيتيش، مهم ما تبداش تخاف وبر كاب سي سامبل. وان شاء الله تكبر التجربه هذه وتتواصل، سيرتو تتواصل خاطر ساعات تجيك السندروم تاع الورقه البيضاء ما تلقى روحك ما تنجم تكتب شيء. تقطع عليك عايشك. واصل ان شاء الله عايشك عايشكم.